يا هلا فيكم في حلقه جديده من برنامجنا الحياه فصول اليوم بنكمل على العلامات الحمراء في العلاقات كلنا اذا ادركنا العلامات الحمراء من البدايه راح تصير علاقاتنا سليمه اكثر لان راح يكون عندنا رد فلاغ يقول لنا اوقف لا تكمل ابتعد لكن إذا تجاهلناها راح ندخل في مشاكل، وهذا الشخص اللي احنا تجاهلنا العلامات الحمراء مالته راح يورطنا بمشاكل أكبر. عشان كذي لازم يكون عندك وعي من بداية العلاقة. كون واعي، ترى بداية العلاقات كل إنسان يبي يكون أن العلاقة وردية. صداقة زواج أي شيء بحس أن العلاقة الله حلوة وراح يكون فيها قوس قزح وجميلة وماكو مثلها وهذه راح تقعد يعني هابلي ايفر افتر طول حياتنا راح نقعد بسعادة وطول عمرنا بنقعد بها صداقة مو صحيح مو صحيح في علاقات فعليا تستمر وتكمل ما شاء الله خمسين سنة واربعين سنة وتكون فيها توازن وفيها عطاء متوازن لكن العلاقات اللي من بدايتها أساسها مو سليم معناته انت لازم تعرف من البدايه متى تنسحب. تابع معانا الحلقه وخنعرف نعرف شنو هي العلامات الحمراء. تناولنا الكثير من العلامات الحمراء في الحلقات السابقه واليوم بقول لكم وحده من العلامات الحمراء اللي لازم تنتبهون لها. الشخص اللي أول ما تبتدي معاه بعلاقة يبتدي يسألك أسئلة محرجة توك ما تعرفه توك شايفة مثلا ثاني مرة بالدوانية توك شايفتها أول مرة بالعمل تبتدي تسألك أسئلة محرجة يعني ما لها دخل أصلا بالمكان اللي أنتوا فيه أنتوا مثلا زمالة عمل تبتدي تسألك أشياء خاصة جداً ليش انفصلتي؟ آه ليش وزنك بهالشكل؟ آه كم معاشك؟ اشياء تستغربين تقولين انا توني اعرفها، شلون تسالني مثلا كم معاشك؟ خصوصا الاشياء الماليه يعني الناس عندها حساسيه بأنها تتكلم بالجانب المادي بحياتها. اكيد الواحد بيتكلم بهالجانب مع دائرته الصغيره، اسرته، زوجه، ابناءه، آه والده، والدته، معقول، لكن لما تجيني وحده توها ثاني لقاء بالعمل قعدت معاي تشرب شاي تقول لي كم معاشك ومتى يرقونك وكم عطوك مو حلو هذا الانسان اللي يبتدي العلاقه معاك باسئله محرجه اعرف ان هذه علامه حمراء ليش؟ لان هذا الشخص من بدايه العلاقه هو ما قاعد يقدرك ما قاعد يحترم حدودك عنده وكانه انت كتاب مفتوح وهو يقدر يتعدى الصفحات اللي يبي، يتعدى الاشياء اللي يبي، بدون ما يحترم وجودك، بدون ما يحترم حدودك، بدون ما يحترم ان هذه الاسئله قاعده تحرجك انت بالذات. هذا الانسان لازم انت تعرف شلون توقفه عند حده بالبدايه، ترد عليه هذا امر خاص انا ما يريحني اني اتكلم فيه الان. هذا مثلا موضوع محرج بالنسبة حقي أنا ما أحب أتكلم عنه أو لمن إي مثلا ويقول لك يعني شيء خاص في أسرتك أه، أنت ما تبي تتكلم عنه شيء مؤلم حدث صار لك مثلا لا سمح الله وفاة أحد الأبناء حادث أه، عملية صعبة إي ويفرض عليك أن أنت تشارك هذا الشيء ويقول أن أنا أعرفك إحنا أصحاب يلا قول لي هذا الشيء شيء ما أعرفك يوهمك ان انت تعرفه من زمان انت ما تعرفه شفته يمكن ثلاث لقاءات هذه علامه حمرة هذه رد فلاج علم احمر كبير يقول لك اوقف هذا شخص لا عنده احترام حق الاخر ولا يعرف شلون يتعامل معاه ولا يعرف متى يوقف متى يسال وشنو هي حدوده بالكلام هذا راح يسبب لك مشاكل لاحقا فهذا تبتدي تخلي علاقتك معاه رسمية وتنسحب من هذه الصداقة سواء كانت بالعمل أو بالمدرسة أو بالجامعة أو غيره وتخليها رسمية لأن تعرف هذا إنسان دايما يتجاوز الحدود لما تكون بعلاقة شخص من البداية إي تو يعني متعرف عليك يطلب منك مبالغ مالية هذا الشخص يا أنه بورطك يا أنه بيتسلف منك هذا المبلغ وبعدين بيختفي من حياتك يا أنه هو يبي يسوي مشكلة أنت ما تدري شنو هي لأن مثل ما قلت في بداية الحلقة المال موضوع حساس والناس تنحرج منه وبشدة فما بالك بين الأخوان والخوات لمن أي أحد بيطلب مبلغ مالي ينحرج هذا شخص أنت تعرفت عليه والله بدوانية لقاء لقاءين يالك والله سلفني عشرين اه ألف دينار سلفك عشرين ألف دينار أنت منو؟ أنا شو معرفني فيك؟ وللأسف في ناس ترب سذاجة يطيحون بهذه المشاكل المالية لا والله أحرجني قدام الربع بالدوانية وهو يدري إن أنا وضعي المادي زين معروف إن أنا مثلاً أشتغل بالتجارة ومعروف إن أنا أسوي معروف إن ما أدري شنو فطلب مني قدام الربع واستحيت إني أنا أرده مرة واحد يعني قال لي صدقين أنا قاعد بالدوانية شاري ساعة مميزة وكنت يعني من زمان طالبها قاعد قدام الربع يحرجني ساعتك حلوة ساعتك أنا من زمان قاعد أدورها حاطين اسمي بالويتنج ليست حاطين اسمي بالما أدري شنو زين ممكن ألبسها وأرجع لك إياها زين ممكن كذي يقول إحراج وراء إحراج ضغط 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 قدام الناس بالدوانية يقول في صخة وأقول تفضل هدية مني حقك قلت له ليش سويت كذي قال أحرجني أحرجني قدام الناس فشلني قدام المجموعة اللي قاعدة بس قلت له هل هذا كان يعني من الحب من قيمة الصداقة اللي بينك وبينه أعطيته قال لي لا والله ما لي صداقة معه بس من كثر ما ضغطني من كثر ما أحرجني انحرجت أنا وفصخت الساعة وعطيتها إياها هذا إنسان لازم تبتعد عنه الإنسان اللي يطلب مال اللي يحاول ياخذ منك ممتلكاتك بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر هذا إذا بالبداية طلب منك كذي عيل بعدين شنو راح يطلب منك وشلون بتتعامل معه وشلون تعرف أن مثلا حتى المبلغ المالي اللي يطلبه منك راح يرجعه ولا ما راح يرجعه وايد ناس يدخلون بهذا الشيء يعطون مبلغ مالي لا قال لي بعد ست شهور زين رجع لك يا لا والله اتصلت عليه وعدني قال لي الحين هالشهر أنا ما أقدر وكذي وبعد سنة مرت سنة إيه سألته إيه والله سألته ما رد لي بعدين نفس الشخص يجيني يقول لي تصدقين خلاص أنا ما أبي هذا المبلغ أنا خلاص استحي، كم مرة بطلب منه وكم مرة مع أنه حقه فلوسه هو اللي ماخذهم ما منه يبتدي خلاص ينحرج وهذاك يكمل بالهروب و... وتروح عليه الأموال، فانتبهوا من هذا النوع وحاولوا دائما تكونون واعين ولا تتصرفون تصرفات عن طيبة قلب وعن سذاجة، والله أحرجني، والله ما أدري شنو، ترى هذا راح يعود عليك أنت بالضرر. في نهاية حلقتنا حبيت دايما أن أنتوا تراجعون حياتكم وتشوفون شنو هي العلامات الحمراء اللي قاعد تمرون فيها يمكن وأنا قاعدة أقول لكم الحلقة وقاعد يعني أستذكر بعض الحالات أنتوا تقولون إي والله أنا صار لي هذا الموقف اوكي راح اكتب عندي ان انا هذا الموقف تكرر لي وانا لازم اليوم مثلا اخذ كلام كوتش عواطف ولازم ما اكرر هالتصرف مره ثانيه شلون نتعلم نتعلم ان احنا يكون عندنا وعي ان احنا نبتدي في عدم تكرار الاخطاء يعني مرارا وتكرارا آه، هذه العلامات اللي قلتهم في بدايه الحلقه راجعوهم شوفوا من الناس اللي دائما يحرجونكم بالأسئلة من الناس اللي دائما يتعدون عليكم بالأسئلة بطريقة محرجة بطريقة فظة وكأن أنتوا ملزمين أن أنتوا تجاوبونهم على هذه الأسئلة عرفوا إن هذيله مو من الأشخاص اللي المفروض تربطكم فيهم علاقة قريبة لأن هذيله لا راح طول عمرهم يتعدون على حدودكم ويحرجونكم قدام نفسكم وقدام الآخرين وطلب المال قلنا المال شيء وايد مهم وغالي على وايد ناس لا تخلي الناس يستغلون وضعك المالي او تجارتك اللي انت فيها ان ايون ودايما يتسلفون منك وتصير انت الشخص الساذج اللي تقع بنفس المشكله مرارا وتكرارا قول انا اسف انا ما ادخل بالمعاملات الماليه ان شاء الله تلاقي شخص غيري يساعدك بهذا الشيء وطبعا في جهات كثيره تساعد بهذا الشيء وهذا مو من واجبك اللي انت انك انت تسوي فانتبه هذه هم علامه حمراء حاول ان انت ما تطيح فيها